مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة من ترانز على شاشة القناة الأولى. النهاردة هنجيب لكم كل الأخبار اللي انتوا اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا، لكن هنبتدي دايما زي ما عودناكم بفقرة ترانز اوف ذا ويك. مسلسل بالتو يجذب الاهتمام، ميكي يتصدر الترند، أزمة أشرف حكيمي. يلا بينا نعرف التفاصيل. مسلسل بالتو قدر انه يتصدر الترند خلال الفتره اللي فاتت، وقدر انه يحقق نجاح كبير من وقت عرضه على منصه واتشت، وكلنا طبعا شفنا عدد كبير من مشاهد المسلسل الناس بتعملها شير على السوشيال ميديا، وخصوصا المشاهد اللي فيها دكتور عاطف وهي الشخصيه اللي ارتبط بيها الناس جدا وتفاعلوا معاه بشكل كبير. عشان كده احنا معانا دلوقتي مداخله من الدكتور عاطف او النجم الصاعد عصام عمر. اهلا بيك يا عصام، والف مبروك على نجاح المسلسل. الله يبارك فيك، متشكر جدا على المقدمه الجميله دي. ميرسي. كنت متوقع ان المسلسل ينجح بالشكل ده؟ لا بصراحه ما حدش كان متوقع كده، يعني كنا متخيلين اقل من كده بكتير، بس الحمد لله يعني ربنا كرم بالنجاح ده الحمد لله. ارتباط الناس بالمسلسل خليهم يطالبوا بجزء تاني، فهل ده ممكن يحصل؟ والله بصي لحد دلوقتي احنا مش عارفين حاجه، مستنيين ان شاء الله ان يتعرض اخر حلقتين وبعد كده نشوف المسلسل قفل على ايه ونقعد نتكلم، يمكن نعمل كده ويمكن لا، بس لسه لحد دلوقتي مفيش حاجه حقيقيه يعني. يعني ممكن يحصل وممكن لا. ممكن ليه لا، ممكن. طيب كلمنا اكتر عن شخصيه الدكتور عاطف، وهل كنت متوقع النجاح الكبير اللي حققته؟ شخصية عاطف يعني شبه شخصية أي شاب بيتخرج، مش شرط كمان من كلية الطب، كل الشباب اللي بتتخرج من الجامعات وبتبدأ تدور على وظائف أو بتبدأ تروح وظائف أو تكليف أو بتروح الجيش أو لسه الحاجات بتبقى أكبر منها وهم لسه حاسين إن المسؤولية كبيرة عليهم، فتحس إن الشخصية قريبة مننا كلنا كشباب وكانت كل اللي محتاجه فيها ان هي تبقى طبيعيه ومتصدقه عشان خاطر الشباب تشوف نفسها فيها يعني. طيب حابين نسالك كمان عن الجديد في رمضان، في حاجه ولا لا؟ ان شاء الله في مسلسل تغيير جو مع النجمه منى شلبي والنجمه اياد نصار واخراج استاذه مريم ابو عوف. وده كوميدي ولا لا؟ لايت كوميدي يعني خفيف، قصه اجتماعيه برضه خفيف. شكرا جدا يا عصام، وربنا معاك ونورتنا، والف مبروك مره ثانيه على نجاح المسلسل. شكر جدا ليك. شكرا. ولسه المسلسلات متصدره الترند الاسبوع ده، ولكن المره دي مسلسل من رمضان قدر ان هو يسبق الزمن ويتصدر الترند بدري، وده طبعا بفضل الاغنيه الدعائيه واللي نزلت من ايام وقدرت انها تحقق ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا. طبعا اكيد انتوا عرفتوا اني بتكلم عن مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، واللي قدر ان هو يتصدر الترند على كل السوشيال ميديا باغنيه ولعانه، وهي اغنيه راب بصوت احمد مكي بطل المسلسل. الجميل في القصه دي ان الاغنيه كانت الترند رقم واحد في عدد كبير من البلاد العربيه مش مصر بس، ويعني ده مثلا حصل في الكويت والامارات والاردن والسعوديه. ومن الحاجات اللي لفتت نظر الناس جدا في الكليب هي صوره الفنان الراحل سعيد صالح، واللي الكل اعتبرها انها لفته جميله جدا من مكي لتكريم نجم من نجوم الكوميديا الراحلين. طبعا كلنا مستنيين المسلسل عشان نعرف اخر مغامرات الكبير ومربوحه وهجرس وباقي شخصيات العمل. نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب اشرف حكيمي اتصدر الترند الاسبوع ده بسبب الواقعه اللي اتهم فيها باغتصاب بنت عمرها 24 سنه، وطبعا الواقعه كانت السبب في حاله من الغضب الكبير على اشرف حكيمي خصوصا من الجمهور المغربي، في الوقت اللي اتعاطف معاه جزء تاني وقالوا انه لسه التحقيقات ما انتهتش وبالتالي ما فيش اثبات انه فعلا حصل منه كده. وكان اشرف حكيمي ادلى باقواله امام القاضي بعد اتهامه رسميا، وقالت صحيفه ماركا الاسبانيه ان اللاعب ما تمش اعتقاله ولكنه تحت مراقبه الشرطه، وغير مسموح ليه الاتصال بالفتاه اللي اتهمته لحد طبعا نهايه التحقيقات واصدار الحكم. وطبعا محامي اشرف حكيمي نفى كل التهم وقال انه كذب، وقال ان علاقته بالبنت كانت مجرد كلام على الانستجرام. المشكله الاكبر اللي بتواجه اشرف حكيمي حاليا هي زوجته، واللي نشرت عدد من صحف تقارير بتاكد انها طلبت الطلاق رسميا منه. مش بس كده، دي كمان قامت بمسح كل الصور اللي بتجمعها بيه على الانستجرام. وبكده تكون خلصت فقره ترندز اوف ذا ويك. من حق كل إنسان إن هو يربي حيوان أليف في بيته، سواء كان بيربيه علشان هو بيحب الحيوانات أو بيربيه بهدف الحراسة.
المشكلة في إن الحيوان ده ما يبقاش أليف ويعرض حياة الناس للخطر، وده اللي حصل من كام يوم لما شفنا كلب من نوع شرس جدا عض حد من سكان منطقة أكتوبر. والمشكلة الأكبر إن المريض دلوقتي حالته خطيرة بعد ما دخل في غيبوبة. وبالمناسبة دي مش أول مرة تحصل الواقعة دي، وحصلت قبل كده أكتر من مرة، عشان كده في حالة من الغضب الشديد على السوشيال ميديا وصلت، لأن الخبر يكون متصدر الترند على تويتر وفيسبوك وطبعا كمان الواتساب جروبس. السؤال هنا إيه خليني أنا كإنسان أربي حيوان أو كلب بمعنى أصح ممكن ما أقدرش أتحكم فيه؟ كتير مننا بيبقى ماشي في الشارع وبيشوف ناس ماشية معاها كلاب مش قادرة تتحكم فيها، وده طبعا بسبب حجمها وكمان قوتها. وبما ان الناس على السوشيال ميديا طرحت اسئله كتير جدا، قلنا هنحاول نرد عليها، وهيكون معانا عشان كده مداخله مع الاستاذ محمود ابو بكر المحامي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. بعد اذنك انا اول سؤال عايزه اسالك عليه، هل في كلاب محظور استيرادها او تربيتها في مصر؟ بالفعل في 17 نوع كلب مجرم دوليا على حسب الاتفاقيات الدولية. طيب لو كلمت أي حد عن الكلب بتاعه اللي هو ممكن يكون شرس جدا بيرد عليك ويقول لك أنا ماشي قانوني وبديله التطعيمات، هل ده بيغنيه عن المسؤولية أو المحاسبة القضائية أو القانونية؟ طيب بصوا، احنا عندنا في مصر عدة قوانين وخصوص ومواد قانونية منظمة للموضوع ده. على سبيل المثال القانون رقم 1967 وده المعني بإنشاء مزرعة كلاب بدون ترخيص، والقانون رقم 4 لسنة 1994 ده قانون البيئة، والقانون رقم 453 لسنة 1954 والخاص بإدارة المنشآت بدون ترخيص. وفي حتى كمان القانون المدني، في نص في القانون المدني المادة 176 من القانون المدني، وهي التي تتحدث عن مسؤولية حارس الحيوان. كل القوانين دي هي قوانين منظمة لاقتناء حيوان وحراسة ذلك الحيوان. كون بقى ان انا اقدر احمي او مش او ما احميش الانسان، انا المشرع في العموم بحد ذاته ما يقدرش يعاقب على الجريمه قبل وقوعها، وده بشكل عام في كل الجرائم. مفهوم. طيب عندنا دي في قانون العقوبات الماده 244 من قانون العقوبات، هو القانون المصري ما تكلمش عن عقوبة حارس الحيوان بشكل صريح بالعقوبة، ولكن في المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن كل من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بنتيجة إهمال أو رعونة يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو واحدة من تلك العقوبتين، وترتفع هذه مدة الحبس إلى سنتين أو دفع غرامة 300 جنيه في حالة تسبب عاهة مستديمة. طب معلش يعني دلوقتي احنا بنتكلم في حاله ان هو عضه وراح الراجل ده اخذ تطعيم اللي هو بتاع العض في اي مستشفى ومشي، طب في حاله ان هو حد اتحط بسبب عض الكلب بين الحياه والموت، ايه العقوبه القانونيه اللي بتكون على هذا الشخص اللي هو صاحب الكلب ده؟ هنا يا فندم يتحول الحيوان او الكلب الى اداه جريمه اللي ارتكبت بها الجريمه وجسامه هذه الجريمه. يعني لو وصل الجريمة إلى الموت أو العاهة المستديمة بنرجع للأصل، بقى الأصل هو قانون العقوبات. في حالة وصول المجني عليه إلى الوفاة أو الموت أو عاهة مستديمة بنرجع لنصوص قانون العقوبات كأي جريمة عادية. يعني لو إنسان قتل إنسان هنا بيعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. نفس الوضع في حالة تعدي الحيوان على إنسان وصلت به الحال او وصلت الجريمه الى عاهه مستديمه او وفاه او اي جريمه كبيره بترجع للاصل في قانون العقوبات. ايوه بس دي مش زي حاله قتل متعمد مثلا. لا يا فندم، بنفس الظروف الواقعه هي يعني لو انسان تعمد ايذاء انسان اخر بحيوان، هنا يتحول الحيوان الى اداه جريمه. ايوه حضرتك دلوقتي قلت تعمد، انا بكلم حضرتك ان دلوقتي فلان مربي كلب، الكلب ده شرس سواء من المحظور ان هم المفروض يتربوا في البيوت او لا، قرر الكلب ده مع نفسه ان هو يعض شخص اخر بدون ما يكون صاحب الكلب خلاه يهجم بالقصد على شخص تاني، ايه حاله الشخص ده؟ ايه اللي يحصل له؟ يعاقب هذا الشخص. ايوه يعاقب بالغرامه اللي هي 300 جنيه؟ لا يا فندم، بعقوبه التعدي على الانسان، بعقوبه كانه قصده حتى لو مش قصده. بالظبط يا فندم. اوكي. طيب ازاي حد عايز يربي كلب في بيته يمشي بشكل قانوني؟ ايه اللي المفروض يحصل؟
هنا يا فندم بيرجع للترخيص الحيوي، لقانون البيع في ترخيص الحيوان. لازم وجب ترخيص الحيوان اللي بيحوزه هذا الانسان. يعني هو الترخيص والتطعيم طبعا. بالظبط يا فندم. وان هو يبعد عن الكلاب اللي حضرتك قلت عليها ان هي المفروض ان هي محظوره اساسا ان احنا نجيبها، مجرمه دوليه. طيب هل في بيكون معاقبه او مساءله قانونيه للشخص اللي عنده كلب بيمشيه في الشارع من غير ليش او سلسله او كمامه، ولا ما فيش حاجه كده قانونيه؟ اي انسان يتعمد ارهاب الماره في الشارع يعاقب بجريمه البلطجه. حتى لو دي مش نيته، هو فاكر ان كلبه ده كلب مثلا مسالم بس غيره ماشي في الشارع خايف، ده يتعاقب. حتى ولو الواقع بنتعامل مع الواقع بنفسها، وحتى لو مرخص. حتى لو مرخص يا فندم. اوكي. طيب حضرتك شايف ايه اللي هيحصل في الحادثه اللي حصلت اخيرا دي؟ ايه المفروض يحصل قانونيا في اللي حصل؟ بص، هو حضرتك في مشروع قانون مقدم امام قبه البرلمان بعد عرضه على لجنتي الزراعه والري، تقدم به النائب احمد السجين و60 نائب باعضاء مجلس الشعب وما يعادل عشر مجلس الشعب. وهذا القانون يتضمن خمس مواد. القانون اسمه قانون حيازه الحيوانات الخطر او اقتناء الكلاب. القانون دوت تضمن خمس مواد اهم ملامحها: واحد، عدم الاخلال بالاتفاقيات الدوليه ومراعاه القانون رقم 53 لسنه 1966 وقانون البيئه الصادر رقم 4 لسنه 1994. اثنين من اهم الملامح، سن المربي يكون 16 سنه، 3 6 شهور الى 3 سنوات غرامه لا تتجاوز 600,000 جنيه، 4 5 سنوات عقوبه من استخدم حيوان خطر للاعتداء على انسان، والسجن المؤبد في حاله الموت. ده قانون يا فندم جديد مقدم تحت قبه البرلمان. بس لسه ما اتعملش، يعني هو بس مقدم، لسه ما توافقش عليه. بالظبط يا فندم، بالظبط. استاذ محمود ابو بكر المحامي، بشكر حضرتك جدا ووضحت لنا معلومات كتير قوي. شكرا يا فندم، تحت امرك. بجد يا جماعه يا ريت الناس تاخد بالها كويس جدا من القصه دي، بلاش نعرض نفسنا ونعرض الناس كمان للخطر، ويا ريت لما نربي حيوان في البيت نبقى قادرين ان احنا نتحكم فيه، بلاش الحيوانات اللي بتخرج عن السيطره. وبكده نكون خلصنا فقره سكوب. خلونا دلوقتي نروح نشوف فقره السوشيال لاب ونرجع نكمل بقيه فقراتنا. بيتابع احمد مكي 7,200,000 متابع، وهو بيتابع 86 اكونت بس، ونشر لحد دلوقتي حوالي 133 صوره وفيديو. تعالوا نعرف الصور دي تفاصيلها ايه. احنا النهارده زهر النبي. زي اي فنان، الاكونت كله كواليس ومشاهد من مسلسلاته وافلامه. المعروف ان احمد مكي بيعشق تربيه الحيوانات الاليفه، وعنده خلفيه كبيره جدا عن كل الحيوانات وعن ازاي بيتعامل معاهم، خصوصا الكلاب والعصافير، وحرصه على تربيتها وجمع الفصائل النادره منها واشهرهم خرشد وزينهم اللي دايما بيطلعوا معايا في الفيديوز بتاعته. من وقت للتاني مكي بيحب يشارك جمهوره بصور وفيديوز مختلفه، وهو بيعتني بالطيور بتاعته، وعلى طول الفيديوز دي بتكون ترند على السوشيال ميديا، عشان كده لقيناه ان هو ناشر اكتر من 20 فيديو وصوره. اما الفيديو اللي جاي بيظهر فيه غراب هو مربيه واسم فصيلته الغراب النوحي، حقق 1,100,000 مشاهده وكتب عليه حب غير مشروط. ومن الانستجرام نروح لليوتيوب. مكي عنده قناة اسمها مكي انترتينمنت، معظم الفيديوز عن عصافيره وتربيته ليهم، والفيديو ده حقق 2,300,000 مشاهدة، والفيديو اللي جاي حقق 147,000 مشاهدة. وبكده نكون خلصنا فقرة السوشيال لاب. ورجعنا لكم تاني، وبما اننا كنا بنتكلم عن الكلاب في الفقره اللي فاتت، وبما ان الموضوع متصدر الترند على السوشيال ميديا، قررنا ان يكون معانا النهارده بلوجر بيتابعه اكتر من 1,600,000 شخص، وده لان المحتوى بتاعه متخصص في تربيه الكلاب وتقديم معلومات كتير عنها تفيد في التعامل معاها ورعايتها وحمايتها وكمان حمايه الناس منها. هو كمان بيقدم كتير من النصايح اللي ممكن تفيد الناس في حالات الحوادث لا قدر الله، يعني مثلا لو كلب عض حد ممكن نتصرف ازاي بسرعه ونعمل ايه.
منورنا النهارده مدرب ومربي الكلاب باسم هانت. ازيك يا باسم؟ ازيك عامل ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك، كله بخير. احنا كنا بنتكلم في الفقره اللي قبليك على طول عن الحادثه اللي حصلت بسبب الكلاب الشرسه، هنروح لها، بس الاول عايزه اعرف عنك انت، عايزه اعرف انت ايه اللي خلاك تبتدي في اساسا تدريب وتربيه الكلاب؟ هو انا اصلا كنت بخاف من الكلاب. اصلا؟ جداً. اصلا كنت بخاف من الكلاب جدا. لحد ما والدي جه في يوم وقرر يجيب لي كلب وقال لي الكلب ده هيبقى بتاعك وتاكله وتشربه وكده. بس من يومها بقى الكلب ده خلف عندي، بقى عندي جاب لي 7 صغيرين ربيتهم، بقى عندي 8، خلف تاني بقى عندي 20 في بيتي. من هنا بقى قررت بقى ان اخد لهم مكان وافتح لهم مكان ويبقى مكان مخصوص ليهم ورعايه ليهم. من هنا بقى الموضوع بقى جه حبي بقى للكلاب، وجه حبي بقى في ان انا ارعيهم ازاي واهتم بيهم وازاي ادربهم، ازاي اخليهم يسمعوا كلامي، ازاي اخليهم مثلا يساعدوني في حاجات بعملها في حياتي، كل الكلام ده. بس انت عايشت الكلاب دي كلها لما هي ولدت كلبتك، كل الكلاب دي عاشوا معاك في نفس البيت؟ احنا عندنا. طب ازاي؟ لا انا عندي يعني عندنا شقتي وعندنا فوقيها شقه فاضيه. اوكي، في مكان تاني. مكان تاني فوقيه على طول. بس فهي لما خلفت عندي قررت اربيهم كلهم. بس ما عرفتش تدي لحد طبعا، لان انت اول كلب ده بيبقى. لا ده عزيز عليا جدا. ايوه طبعا. كانوا عزيز عليا جدا جدا جدا، لا مش عايز ادي لحد منهم ولسه حاجه. ولسه معاك؟ لا ده مات. معلش. مات. بس. طيب ازاي اتجهت بقى للسوشيال ميديا؟ ايه اللي خلاك تعمل محتوى على السوشيال ميديا عن الكلاب؟ هو انا اصلا يعني كنت بنزل فيديوهات ليا وصور ليا على طول، تمام؟ لحد ما جه في يوم مثلا وعملت فيديو كنت باكل فيه، كنت قاعد كنت باكل فيه كلب، كان جنبي كلب غلبان فكنت قعدت اكله. بس فنزلت الفيديو ده زي ما بنزله، نمت وصحيت لقيت الفيديو جايب 20 مليون مشاهده. ده اول فيديو خالص ده تعمله؟ اول فيديو ليا اعمله. اوكي. نمت وصحيت لقيت جايب 20 مليون مشاهده. طيب احنا سهل علينا كبني ادمين طبيعيين مش مدربين ان احنا نمرن او ندرب كلبنا اللي موجود معانا في البيت، ولا طبعاً احنا لازم يكون عندنا مدرب متخصص؟ لا لا طبعا، انت ممكن الكلب يتقبل منك صاحب الكلب، يعني يتقبل من صاحب الكلب اكتر ما يتقبل مننا شخصيا. يعني الكلب هيبقى فيه ما بينه وما بين صاحبه لينك اكتر ما بينه وما بيني. فانا كده كده بطلع اعمل فيديوهات بقول انك ازاي تمرن كلبك. هل في حيوانات انت من رايك شايف، او كلاب انت شايف من رايك ان هم ما ينفعش يعيشوا في بيت؟ طبعا في كلاب كتير قوي ما ينفعش تعيش في بيت عشان لضخامتها. في كلاب كتير قوي زي انواع كتير قوي. انا ما بسالش على حجمها، انا بسال على شراستها. شراستها لا، اي كلب في الدنيا ينفع ان هو يتعود ويبقى هادي. او ان هو ما يبقاش شرس، او ان هو يبقى شرس بس بالامر اللي هو يبقى متدرب على الحراسه. بس مش بيكون بقى شرس كده وخلاص اللي هو يعض اي حد. يعني انت بتقول دلوقتي يا باسم ان اي نوع كلب مهما كان شرس، مهما كان شرس ينفع يتربى جوه بيت. ينفع يتعود. طيب هل الكلب اي نوع شرس او غير شرس متمرن؟ احنا قلنا لازم يكون متمرن عشان ما يعضش اي حد. بالظبط. الكلب المتمرن الشرس ده جوه البيت ممكن يحصل خطأ ويعض حد؟ لا لو متمرن لا. اوكي. فاحنا كده بنقول ان اي كلب شرس متربي جوه بيت لو عض حد يبقى ده كلب غير متمرن، عشان محدش مرن. بالظبط، يبقى الكلب ده مش متدرب. بس طب انت سمعت من خبرتك ويعني تعاملك بقاله كتير مع الكلاب وعدد الفولورز الكتير ده ان في كلب عض صاحبه؟ كلب عض صاحبه؟ طب احكي لي القصه دي حصلت ازاي؟ لا يعني مثلا بتبقى بالغلط، يعني ممكن يبقى كلب كان مثلا كلب طبعه، يعني مثلا كلب طبعه وحش ومش وسلوكه وحش، كان عايز يعض كلب تاني فصاحبه جه يمسكه فعض صاحبه بغلط. دي انا سمعت عنها. طب ما هو دينا هو متمرن. طب انت بتقول لا مش متمرن. كلب مش متمرن. كلب مش متمرن. عض عايز يعض كلب تاني. عايز يعض كلب سلوكه وحش. كلب مش سلوكه، كان عايز تعديل سلوك، كلب عايز تعديل سلوك. فجه يعض كلب تاني فصاحبه مسكه فعض صاحبه. يعني هو ما كانش قصده اصلا. طيب انا ساعات بنسمع عن حاجات ان مثلا حد عنده كلاب ومسافر فقرر ان هو يخلي حد تاني من صحابه او من اهل بيته او حد بيساعده في البيت او اي حاجه ان هو يبتدي يحط الاكل ده للكلب. للكلب ده. وبيحصل، احنا سمعنا عن الحالات دي كتير، ان الكلب ده بيعض هذا الشخص اللي هو بيحط له الاكل ده، بيحصل ليه؟ مش متعود عليه. يبقى هو الشخص ده كان مدرب الكلب ده على ان اي حد غريب يخش له يعضه مثلا. تمام؟ فهو لما بالتالي لما صاحب الكلب مش موجود وحد غريب دخل الكلب، الكلب هو فاهم ان كده بيعمل حاجه حلوه، ان هو كده بيعضه. طيب ايه هي المهارات اللي المفروض ان احنا نعلمها للكلب؟
ايه المهارات اللي المفروض نعلمها الكلب؟ اول حاجه قبل موضوع ان الكلب يبقى للحراسه او يبقى فيه شراسه او الكلام ده، لازم يبقى فيه طاعه وطاعه عمياء، لازم يكون بيسمع كلامك في كل حاجه. زي مثلا ايه اللي هو سيت يقعد، داون ينام، ستاي يفضل في مكانه ما يتحركش، هيل يمشي جنب رجلك، تبقى ماسكه بس يمشي جنب رجلك، تمام؟ بس دي حاجات الاساسيات. هل الكلب لازم لو احنا مثلا ماشيين في الشارع نكون حاطين له كمامه على بقه لو هو كلب شرس؟ اه طبعا. يعني دي حاجه ما ينفعش طبعًا. ان اي حد عنده كلاب في بيته ما يكونش حاطط للكلب بتاعه ما دام طالع بره البيت الكمامه دي. طبعا لازم. لازم، ما ممكن يكون العيب مش من الكلب، ممكن يكون مثلا الكلب هيمشي ومش هيعض حد، بس حد بالغلط مثلا رفع ايده بالغلط عليه، والكلب متمرن ومتدرب ان لو حد رفع ايده عليه او هاجم صاحب الكلب، الكلب يعضه. فبالتالي لازم اي كلب شرس هينزل الشارع ينزل بكمامه. طب ايه هي الكلاب اللي بتعتبر كلاب شرسه انواعها؟ الكلاب اللي بتعتبر كلاب شرسه البيتبول، الروتوايلر، الجيرمان. الجيرمان شيبرد شرس؟ الجيرمان شيبرد كلب حراسه من الدرجه الاولى. كلب حراسه من الدرجه الاولى. الثلاث كلاب دول كلاب حراسه من الدرجه الاولى. طيب انت دلوقتي يا باسم قلت لي حاجه انا بالنسبه لي مشتته بالنسبه لي انا شخصيا. انت قلت لي اي نوع كلب ينفع يتربى جوه البيت. بعدين واحنا بنتكلم وبنسال اسئله قلت لي ان لا، الكلب لو دخل عليه حد مش هو متعود عليه يديله حتى الاكل بتاعه ممكن يهجم عليه. بالظبط. هل ده معناه ان دلوقتي انا ساكنه مثلا في عماره وعندي كلب شرس ممكن الكلب بتاعي يشوف واحد من الجيران اللي هو مش شايفه يطلع يهجم عليه على السلم؟ اه. طب يبقى ده غير صالح للتربيه في البيت؟ المفروض بقى انت، ما انت بتقولي بيبقى متمرن. لو عندك كلب، لو عندك كلب في بيتك ما ينفعش يبقى شرس ان هو انت مدرباه انه يعض الناس. في يعني كلاب ده تدريب معين يعني بيتعمل؟ اه طبعا. إن انت في كلاب يعني، في كلاب يعني هو بيعرف من فين ان الشخص ده جاي يهجم على البيت او شخص جار هو ما يعرفوش؟ ما هو الاثنين بالنسبه له شخص ما بيعرفوش. لا لا طبعا، لا في كلاب بتبقى متمرنه ان ده عارف مثلا ان هو طول ما صاحبه واقف، تمام؟ يعني انا عندي كلاب طول ما انا مش موجود وقايل لها جارد هي بتحرس المكان ده. طول ما انا موجود وناس قاعده معايا هي بتلعب مع الناس. وفريندلي جدا وعادي خالص خالص خالص. تاني يعني هي لو صاحبه الكلب او صاحب الكلب غير موجود حوالين الكلب الشرس ده وقايلين له جارد اللي هي احمي هذه المنطقه وهو شايف جار ما يعرفوش طالع، ده معناه انه هيهجم عليه. انا اسفه بس ده معناه انه هو غير صالح للربايه جوه البيت. فبالتالي ما ينفعش انت توصليه للدرجه دي. او انت لو انت في مكان في ناس غريبه هتخش لك او في ناس هتخش لك انت عارفاهم او كده، ما ينفعش تخليه يعمل كده. ما ينفعش تخليه وتوصليه من مرحله الشراسه ان هو يكون بيعض كده. بس في ناس بقى تانية بتستخدم الكلاب دي لغايه حلو، ان مثلا عندها فيلا بجنينه جاردن بتحط فيه الكلب الشرس، تمام؟ ان هو اي حد هيقرب من المكان ده هيهوى عليه. يهوى وغير عض. بس مش هيعض. اوكي. يهوى بس، ده كده يبقى ايه؟ استخدام امن. لان اي حد عنده بيت ممكن يكون بيجي له دليفري، يكون بيجي له مكوى، يكون بيجي له اي حاجه، ده مش معناه ان كل الناس دي هتتعض. بالظبط بالظبط بالظبط. اوكي. فانت في ناس ده الاستخدام الامن بتاعه. لكن في ناس تانية لا، تخلي الكلب يوصل لمرحله من الشراسه عاليه جدا، تمام؟ اللي ممكن توصل ان هو ما يعرفش يسيطر عليه كمان. بس. وممكن توصل ان هو ممكن في خناقه زي اللي انت حكيتها لي كلبين مع بعض وهو بيحوش فيعض صاحبه. ممكن. اوكي. طيب وانا بشتري كلب ايه الحاجات المفروض ان انا اعرفها؟ ان الكلب يكون لعبي. الكلب يكون سلوكه حلو. ان الكلب مثلا من صغره انك تناديه يجي لك. الحاجات دي كلها بتفرق مع الكلب لما يكبر. طيب في ناس بتشتري كلاب وبتفضل خايفه منهم، نقول لهم ايه دول او يتصرفوا ازاي؟ لا لا انا يعني انا اصلا فاتح المزرعه عندي، ان اي حد بيخاف من الكلاب اجيبه عندي واطلع له مثلا كلب قد كده صغير يمسكه يتعامل معاه. بعد كده اطلع له كلب اكبر سنه يتعامل معاه وهو ما بيعملش حاجه اهو. انا يعني بقيت بحاول ان انا ايه، انا مش بخاطب الناس اللي عندهم كلاب. بس لا، انا بخاطب الناس اللي بتخاف من الكلاب. بحاول زي ما انا كنت بخاف من زمان وكنت في ثانويه عامه وطول بعرض كده وبخاف من الكلاب، لا اخلي الناس كلها تاخد على الكلاب وان الكلب ده كائن وفي ومن اوفى المخلوقات. فان انا اخليه يجرب يتعامل مع كلب واحد مثلا ممكن يكون بيخاف جدا، لا تعالى عندي المزرعه وانا اخليك ما تخافش منه. خليك تتعامل معاه ان هو اوريك اللي جاي صغير اهو هادي خالص، وان الكلب الكبير اهو طفل ماسكه. انا عندي كلاب حجمها مهول، حجمها ضخم جدا، وكلاب صغيره بيبي خالص. وكلاب بيبي خالص. وتشوفي مثلا عندي كلب قد كده وتشوفي بيهوهو قدامك وماسكه طفل عنده 4 سنين و3 سنين. طيب بالنسبه للتطعيمات بتاعت الكلاب،
هل الكلب لما بيكون متطعم ده معناه انه ما يقدرش يأذي حد في عضته؟ العضة ما تأذيش لو الكلب متطعم كل تطعيماته واخد تطعيم السعار، لو عض حد ما تأذيهوش. ايه اللي يحصل بقى للشخص اللي اتعض ده؟ المفروض يعمل ايه بعد ما بيتعض؟ بيروح ياخد اول حاجه بيغسلها بميه وصابون على طول، عشان كده كده عضه الكلب ما بتتخيطش. عضه الكلب بتتساب زي ما هي. بتتغسل بميه وصابون بس، ما فيش اي حاجه ثانيه. وبيروح ياخد مصل. بياخد هم 5 حقن بيتاخدوا. بياخدهم على مدار قد ايه بقى؟ على مدار قد ايه؟ حوالي مثلا في 14 يوم ل 15 يوم. يعني هو بياخد الحقن دي في اسبوعين، 5 حقن في اسبوعين. اوكي. بس. ده في حاله لو هو متطعم. في حالة لو متطعم. ولو مش متطعم بقى بيحصل نفس الكلام. نفس الحاجة. نفس الحاجة. طب أمال إحنا إزاي بنسمع عن حالات الناس في مستشفى وتعبانين جدا وما كانش الموضوع على مصل زي الحادثة اللي حصلت في الآخر دي؟ يعني إيه اللي حصل؟ أنا بتكلم في حاجة اسمها سعار. في كلاب مسعورة، تسمع عن كلاب مسعورة بتاعت كلاب شارع مسعورة؟ لا، يعني لو كلب في بيت في بيتي وعض حد، في حالات بتحصل إن في إنسان بيروح المستشفى بيكون عيان عنده، يعني بيكونوا بين الحياة والموت. لا. ده ممكن كده بقى، من الاصابع مثلا لو عضوا عضات كتير في حتت كتير او كده. لكن انا بتكلم ان في حاجه اسمها مرض سعار. مرض السعار ده بيجي كلب مسعور. كلب مسعور ده يبقى كلب مش متطعم. تؤدي ايه؟ تؤدي الى موت. لو كلب مسعور عض حد، عضوا عضه صغيره، انا بتكلم على عضه صغيره خالص، كلب مسعور عض حد عضه صغيره خالص وما خدش المصل، ما راحش المستشفى خد المصل، ممكن تؤدي الى موت. فانت لازم اي حد يتعض من كلب لازم يروح المستشفى وياخد المصل على طول، على طول. في ساعتها احتياطيا، حتى لو كلبك ومتطعم. ولو هو الشخص ده حصل له حاجات اكتر من موضوع ان هو ياخد مصل، يعني في مستشفى وتعبان والكلام ده كله زي الحادثه اللي حصلت، ده بيكون كلب مسعور؟ لا. امال؟ لا، ممكن يكون كلب عادي خالص. بس عضه كتير. عضه كتير. لكن ملهاش دعوه ان هو هل العضه نفسها تاثر عليه من جوه. لا. وممكن برضو يكون متطعم ويوصل الحاله ان الحادثه توصل للمرحله دي. ممكن. زي الحاله اللي حصلت قدام. يعني هو ممكن يكون متطعم ومش مسعور ويحصل للشخص كده. ممكن. اوكي. طيب في انواع انت شايف ان هي الاطفال يبقى عندهم كلب منها في طبعًا البيت؟ طبعًا. ايه هي الانواع اللي انت تفضل؟ زي الجيفون اللي هو اللولو الابيض الصغير ده بشكل جميل قوي. زي الجولدن. الجولدن ده كلب بيبي سيتر، كلب بيحب الاطفال. كلب ممكن احط له طفل كده ما بينه يفضل قاعد وما يقومش عشان ما يقلقش الطفل. كلب لعبي جدا، بيحب اللعب جدا. بس في انواع تانية بقى زي ايه؟ زي البيكنوا، اللي تشاو تشاو، كل دي كلاب زينه تنفع في البيت. طيب الطفل المفروض يكون عنده كلب لما يكون عنده كام سنه؟ لو هو اللي هياخد باله من الكلب مش اهله يعني. ياخد باله من الكلب 7 سنين. 7 سنين ممكن يقدر ياخد باله على الكلب. ياخد باله على الكلب. طب وبنمشيهم قد ايه وكده؟ وبياكلوا كم مره في اليوم؟ يمشوا قد ايه؟ الكلب المفروض يطلع كل يوم ساعه يلعب ويجري في الشمس. ده اقل حاجه. تمام؟ ياكل كم مره في اليوم؟ ياكل 3 مرات في اليوم. 3 مرات زينا كده. 3 مرات في فطار وغدا وعشاء. فطار وغدا وعشاء. وبياكلوا لازم بقى الحاجات اللي هي بتتباع اللي هي دراي فود والكلام ده؟ لا عادي عادي. في كلب بتاكل فش. ياكلوا ايه؟ بتاكل فش، اكلنا العادي خالص. فراخ ومكرونه، فراخ وعيش، فراخ ورز، فول ببيض. انا عندي جواب اكلهم فول ببيض. ياكلوا كوسه وجزر وبطاطس. لا كمان شويه هتاكلوا طعميه مش معقوله. انا حاسبه عندي عندي الكلب بتاعي بياكل بتنجان، بيمسك البتنجان ويقشره وبياكله عادي خالص. لا ده كلب ده حريف ده. عادي خالص. بياكل بتنجان عادي خالص. فلا بياكلوا اكلنا العادي كله عادي خالص. بس في اكلات ممنوعه بقى. وانت تفضل ان ما يبقاش في كلاب انواع معينه حوالين الاطفال؟ طبعا. زي البيتبول بس كده؟ بس انت قلت البيتبول ده للكبار، وقلت للكبار كمان ان هو مش حلو ان احنا نربيه شرس جدا يعني. البيتبول شرس جدا. ساعات بيغير من الاطفال. والله؟ ممكن يغير. ازاي يعني يغير؟ يعني يغير، انت مثلا ممكن تكوني بتلعبي مع ابنك، هو عايزك تلعبي معاه هو التاني، فيقوم يعض الطفل مثلا. ممكن يعض بالغلط لو الكلب مش متدرب. بس انت بتقول ان هو بطبعه عامه غيور حتى لو متطعم. فممكن يعور الطفل حتى لو متطعم. ممكن حتى لو متطعم. ده كلب يعني شرس لاقصى الحدود. كلب شرس لاقصى الحدود. ومدى ذكائه قليل. يعني مدى استيعابه للمعلومات قليل. دي اكتر حاجه تخوف. ان هو كل ما يكون اذكى كل ما بيكون اطيب. كل ما يكون اطيب وكل ما يكون ده حتى البني ادمين. كل ما يكون يعرف يتدرب اكتر. ايوه. كمان. طيب في نصيحه تحب تديها للناس اللي هم بيربوا كلاب؟ ايه؟ انك تحاول تحبب الناس في الكلاب خصوصا اللي بيخافوا، مش تعبهم، مش تروعهم من الكلاب. لا، ده انت حاول تخليهم مثلا ياخدوا على الكلاب. انت طول ما انت شايفين الكلب بتاعك هادي وبتاع ممكن ياخدوا عليه، هات الناس وخليهم يتعاملوا مع الكلاب.
حببهم فيهم مش تخليهم يكرهوا يشوفوك او يكرهوا يشوفوا كلبك او يجروا منه او كده، حتى لو كان هادي مش كان كلب شرس او كان عموما يعني، فانت تخليهم ياخدوا على الكلاب. ولو ماشي في اي حته مثلا لازم يكون ماشي بسلسله الليش، لازم يكون ماشي ماسكه بسلسله او ليش تمام، ويكون حاطط له كمامه. ده لو كلب شرس، كلب مش شرس عادي يبقى ماسكه بسلسله ليه؟ مش عشان موضوع ان هو هيعض حد، موضوع ان في ناس بتبقى ماشيه في الشارع خايفه من الكلاب بالزبط. خايفه من الكلاب، لا انا ما اخوفوش اكتر، الكلب ممكن بالغلط يعدي من جنبه او يجي وراه. احنا بنبقى ماشيين في الشارع وبنلاقي كلب بليش هو اللي ماشي صاحبه. بالظبط، لا ده غلط خالص. ده كده كلب مش متمرن. لا ده كده كلب مش متمرن، ده الكلب المفروض انك تقولي له هيل يمشي جنب رجلك اليمين كمان ما يتحركش، يمشي جنب رجلك مظبوط. مش هو اللي بيجارك ومش هو اللي بيمشيك كده وكده وبيشدك، لا الكلب لازم يمشي يفضل ماشي مظبوط قدامك. انا بالنسبه لي من الكلام اللي انا استفدت منه فيه النهارده معاك ان الكلب لازم 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 يكون متدرب، ومش متدرب عادي يعني، هو لازم قبل ما يبتدي هذا الكلب يكون حوالين بني ادمين تانيين، لازم يكون متدرب زي ما بيقولوا كده تدريب سوبر. بالظبط، عشان ما اذيش حد وما اذيش نفسي كمان. طبعا طبعا دي اهم حاجه، لازم انك لو هتجيب كلب للحراسه وكلب يكون شرس لازم يكون متدرب على اعلى مستوى. يكون متدرب على اعلى مستوى عشان لا يأذيك ولا يأذي حد، الا بقى انك تربي كلب من دول وما يبقاش شرس. باسم انا بجد بشكرك جدا على الفقره اللطيفه النهارده انت كنت معايا فيها، واديتني معلومات انا شخصيا استفدت بيها. لا لا تسلمي لي. تسلم يا باسم، ميرسي قوي. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.